سباق تسلح غير مسبوق تشهده المنطقة العربية على جميع المستويات. دول عربية تضاعف ترساناتها بأسلحة أكثر فتكاً تكلفها مئات المليارات من الدولارات. ولطالما كانت المنطقة العربية مسرحاً للنزاعات والحروب، ولا تزال التوترات الشديدة قائمة على عدد من الجبهات، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، مما جعل بلدان هذه المناطق من أكثر البلدان إنفاقاً في مجال التسلح وتطوير الجيوش. ويتم تصنيف قوة الجيوش وفقاً لمجموعة من المعايير التي تقيم ما تمتلكه كل دولة من قوة بشرية واقتصادية وعتاد عسكري تقليدي، وفقاً لموقع Global Firepower الأمريكي الذي أوضح أن بعض الدول تراجعت في عام 2022، بينما حققت دول أخرى تقدماً في ترتيب قوتها العسكرية بين أقوى 139 جيشاً حول العالم. نرصد لكم في هذا المقطع مقارنة عسكرية بالأرقام بين قدرات أقوى ثلاثة جيوش على المستوى العربي: الجيش المصري والسعودي والجزائري، متضمنة تعداد السكان والميزانية وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية والبرية والبحرية، وفقاً لما جاء في موقع Global Firepower الأمريكي المختص بالشؤون العسكرية للدول بأحدث إحصائية لعام 2022. أولاً، التصنيف العالمي. يحتل الجيش المصري المرتبة 12 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2022، بينما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 20 عالمياً. أما الجيش الجزائري فيحتل المرتبة 31 عالمياً من بين 139 دولة. ثانياً، القوة البشرية. يبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية 106 ملايين نسمة، بينما قرابة 43 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ 34 مليون نسمة في المملكة العربية السعودية، بينهم قرابة 18 مليون نسمة كقوة بشرية متاحة، و43 مليون نسمة عدد سكان الجزائر، بينهم 20 مليون قوة بشرية متاحة. ثالثاً، عدد الجنود. يبلغ عدد أفراد الجيش المصري 450 ألف جندي فاعل و480 ألف جندي في قوات الاحتياط، بينما يبلغ مجمل عدد أفراد الجيش السعودي 225 ألف جندي فاعل و380 ألف جندي في قوات الاحتياط، ويبلغ عدد أفراد الجيش الجزائري 135 ألف جندي في الخدمة و135 ألف جندي في قوات الاحتياط. وبذلك يتفوق الجيش المصري بعدد الجنود. رابعاً، ميزانية الدفاع. تصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 4.35 مليار دولار، ولديه احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يساوي 35 ملياراً و890 مليون دولار. أما الجيش السعودي فيخصص ميزانية دفاع ضخمة تصل إلى 46 مليار دولار، ولديه احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يساوي 496 ملياراً و400 مليون دولار. أما الجيش الجزائري فيخصص ميزانية دفاع تصل إلى 9.7 مليارات دولار، ولديه احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يساوي 100 مليار دولار. وبذلك يتفوق الجيش السعودي من حيث الميزانية الضخمة التي يخصصها. خامساً، المساحة الجغرافية. تتجاوز مساحة مصر مليون كيلومتر مربع، ولديها سواحل بطول 2450 كيلومتراً مربعاً، ولديها حدود مشتركة بطول 2612 كيلومتراً. أما مساحة المملكة العربية السعودية فتبلغ مليوني كيلومتر مربع، ولديها سواحل بطول 2640 كيلومتراً، وحدود مشتركة بطول 4272 كيلومتراً، فيما تبلغ مساحة الجزائر مليونين وثلاثمائة وإحدى وثمانين ألف كيلومتر مربع، ولديها سواحل بطول 998 كيلومترا مربعا، وحدود مشتركة بطول 6734 كيلومترا. سادسا، القوة الجوية. الجيش المصري يمتلك عدد طائرات بلغ 1062 طائرة حربية، منها 250 مقاتلة
و93 طائرة هجومية و59 طائرة نقل و341 طائرة تدريب و11 طائرة مهمات خاصة، ولا تمتلك أي طائرة تزويد وقود، ولديها 313 مروحية متنوعة و91 مروحية هجومية، وتمتلك 83 مطاراً صالحاً للخدمة. ومن أبرز الطائرات في سلاح الجو المصري مقاتلة ميغ 29 ومقاتلات رافال وميراج 2000 وF-16 فايتينغ فالكون. أما الجيش السعودي فيمتلك 897 طائرة حربية، منها 283 مقاتلة و81 طائرة هجومية و49 طائرة نقل و190 طائرة تدريب و14 طائرة مهمات خاصة و22 طائرة تزويد وقود و258 مروحية متنوعة و34 مروحية هجومية و214 مطارا صالحا للخدمة. ومن أبرز الطائرات التي تمتلكها المملكة F-15 إيغل ويوروفايتر تايفون وF-15 سلام إيغل. أما الجيش الجزائري فيمتلك 552 طائرة حربية، منها 103 مقاتلات و22 طائرة هجومية و58 طائرة نقل و87 طائرة تدريب و9 طائرات مهمات خاصة و5 طائرات تزويد وقود و268 مروحية متنوعة و45 مروحية هجومية، وفيها 149 مطاراً صالحاً للخدمة. ومن أبرز الطائرات التي تمتلكها الجزائر سو-30 وميغ-25 وميغ-29. وبذلك تنتهي القوة الجوية بتفوق سلاح الجو المصري، يليه سلاح الجو السعودي. سابعاً، سلاح المدرعات. لدى الجيش المصري 4394 دبابة و10000 مدرعة و1165 مدفعا ذاتي الحركة و2100 مدفع ميداني و1235 راجمة صواريخ، في حين يمتلك الجيش السعودي 1062 دبابة و6202 مدرعة و705 مدفعا ذاتي الحركة و1818 مدفعا ميدانيا و275 راجمة صواريخ. ويمتلك الجيش الجزائري 2196 دبابة و6461 مدرعة و545 مدفعا ذاتي الحركة و450 مدفعا ميدانيا و334 راجمة صواريخ. وبذلك تنتهي مقارنة سلاح المدرعات بتفوق الجيش المصري، يليه الجيش الجزائري. ثامناً، القوة البحرية. يضم الأسطول البحري للجيش المصري 245 قطعة بحرية، فيها 13 فرقاطة و7 كورفيتات و48 سفينة دورية و8 غواصات وحاملة مروحيات. أما الأسطول البحري السعودي فيضم 57 قطعة بحرية، فيها 7 فرقاطات و4 كورفيتات و39 سفينة دورية، بينما يمتلك الأسطول البحري الجزائري 1200 قطعة بحرية، فيها 5 فرقاطات و6 كورفيتات و25 سفينة دورية و6 غواصات. وبذلك تنتهي القوة البحرية بتفوق الجيش المصري، يليه الجيش الجزائري. أخيراً، مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش، وترجح الكفة في هذا الجانب لصالح مصر التي تمتلك العديد من المقاتلات المتطورة والدبابات الحديثة.